في الفيديو ده هنتكلم عن كيفية تغيير الصورة الشخصية أو صورة البروفايل في حسابك على الانستجرام. الطريقة سهلة جدا وبسيطة. بنفتح الانستجرام زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشة، وبندخل للملف الشخصي الخاص بنا على الانستجرام عن طريق الضغط على الصورة الشخصية للحساب اللي موجودة في أسفل يمين الشاشة لو الحساب عندك باللغة الإنجليزية، أو موجودة في أسفل يسار الشاشة لو الحساب عندك باللغة العربية. فدلوقتي هنضغط على الصورة الشخصية للحساب اللي موجودة في أسفل الشاشة، بيفتح معنا البروفايل الخاص بينا على الانستجرام. زي ما احنا شايفين دي الصفحة الشخصية الخاصة بينا على الانستجرام. علشان نغير الصورة الشخصية بنعمل ايه؟ عندنا هنا أسفل الاسم خيار اسمه Edit Profile، خيار Edit Profile أو تعديل الملف الشخصي. بنضغط على تعديل الملف الشخصي، بيفتح معنا الصفحة اللي احنا شايفينها قدامنا. علشان نغير الصورة الشخصية بنضغط على خيار Change Profile Photo أو تغيير الصورة الشخصية اللي بيكون موجود أسفل الصورة. تغيير الصورة الشخصية بنضغط عليه، بيفتح معنا طبعا الخيارات دي. بيقول لك تختار الصورة من الصور الموجودة على الانستجرام ولا من الهاتف، فهتقوله من الهاتف، وبالتالي هياخدك على كل الصور الموجودة عندك في الهاتف. بتختار الصورة اللي انت حابب تعملها بروفايل، وزي ما احنا شايفين بعد ما اخترنا الصورة بالشكل ده طبعا ممكن تغير مكانها بحيث انها تكون في داخل الدائرة اللي احنا شايفينها قدامنا. بتضغط على خيار دن او تم، وبالتالي بيتم تغيير الصورة بشكل مباشر. زي ما احنا شايفين الصورة تم تغييرها بشكل مباشر. دي كانت الطريقة. ياريت لو استفدت من الفيديو تضغط لايك واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد، وشكرا جزيلا على المتابعة.